ما في يشوف صبية محجبة عم ترقص على التيك توك. ولا مرة بيتدخل الدين بالسياسة إلا ما بنوصل لكوارث. أنا بلتزم بيني وبين ربي، ما بيهمني حكي الناس. أنا حولت النشيد الديني لقضايا وطنية. دور رجل الدين هو الدعوة إلى الله بالمحبة والألفة. نحنا منغطي راسنا بس في روحانية منعيشة. كل شي بقول عنه الدين إنه حرام بالنسبة لي ما فيه نقاش. أنا محجبة إيه، بس بالنسبة لي الدين يسر مش عسر. مساء الخير. الأديان السماوية تدعو للتسامح، ومع هيك من زمان لهلأ وبكل الأديان في تطرف تشدد وظلامية، في أحكام مسبقة وتحليل وتحريم عزوقنا، في هيدا ملحد وهيدا كافر، هيدا بتسوى وهيدا ما بتسوى. التشدد الديني والحكي فوق 18 مثل العادة عصوت عالي. بدي بلش مع سير فرانسواز دويهي. مسير حضرتك ملتزمة طبعا دينيا، الدين المسيحي مثل الأديان السماوية يدعو إلى التسامح، ولكن بمحل ما إذا منبحث في تشدد وفي تطرف بالدين المسيحي أيضا، مش بس الصورة الحلوة اللي منشوفها. أكيد في شوازات دايما، بكل دين في شوازات، بس أصل ديننا وجوهر ديننا أنه نكون نحن مسالمين مع الكل ونحب الكل، مثل ما بيقول بالإنجيل الله بيشرق شمسه على الأخيار والأبرار، ومن ضربك على خد الأيمن فحول له الأيسر. وبصلاة الأبانة نحن يلي منصليها منقول اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا. يعني أنا بديني بقدر ما بغفر لغيري الله بيغفر لي، إذا ما غفرت الله ما بيغفر لي. شيخ صهيب حبلي، الدين الإسلامي أيضا دين تسامح، ولكن التشدد الإسلامي أو التشدد الديني شوه جزء من صورة الإسلام في العالم. من وين بيجي التعصب برأيك؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، بدنا نفرق بين التشدد والمتشددين. أليس المتشدد هو طالع من فكر متشدد؟ صح. أو هذا التشدد؟ الفكر ليس من الدين الإسلامي. من وين؟ في متشددين مضللين، في ناس عندهم المتشدد إنسان مريض نفسي، متشدد وصلوا الدين بطريقة خاطئة، ولكن هل هذا من الدين؟ يعني هل في الدين، هل في الدين الإسلامي محصور بجهة معينة؟ عم نشوف التشدد الإسلامي بكل، هل في الدين الإسلامي المزاهد. تشدد؟ جيبي لي أي أو نص أو حديث. لا لا، أنا ما عم ناقش النص، أنا عم بحكي بالمتشددين. في متشددين اللي عم قلك يا ليه خلقت، ليه خلقت التشدد، أو يحسبون أنهم يحسنون صنعة. نعم. وهول إذا قارنتي قرأي السيرة النبوية وقرأي القرآن بتلاقيهم هول ما بيشبهوا لا. طب هل التشدد موجود بالإسلام أو التطرف أكثر من الديانات الأخرى، أكثر من الديانة المسيحية؟ لأنه في مشروع. سؤال، هل هيدا صحيح؟ وين ما كان في، هل التشدد اليوم بال 2022 ما دخلني بغيري؟ أنا بحكي لك مشكلة المسلمين. حضرتك رجل دين. عم بحكي لك مشكلة مطلع. المسلمين. ما بحكي ما سامحونا، ما دخلني بالآخرين، بس مشكلة المسلمين إنه أنشئت فرق تكفيرية. نعم. متشددة بيستعملون بمناطق معينة بس يخلصوا منهم بزتون بالسجون أو بيقتلون، وبصورة أنه الدولة الإسلامية. ماشي. إذا أنا بقرأ صح هيدي على شو بنت؟ الأسير له حق في الإسلام. لنفترض أنا بمعركة، قناة الديسكوفري هذيك المرة عم تحكي عن تطور السلاح، بتقول كل عصر جاء وطور السلاح. نعم. إلا العصر الإسلامي جاء ووضع آداب للقتال، لا تقتل طفلا أو امرأة أو شيخا أو عابدا أو رجل في صومعته، يعني بداره. ابن عربي يقول لقد أصبح قلبي قابلا لكل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان. جميل جميل هالكلام. أنا عم بحكي على أرض الواقع. ومصحف وتوراه. جميل جدا هالكلام، رح نناقش أرض كتير. الواقع، لأنه نعم. نحن اللي هو الدين الإسلامي الصحيح الأصيل. نعم. ما إله صوت. ليه يعني ما له صوت؟ مين كاتم صوته؟ أيوة، لأنه اليوم في سيطرة سياسية على المؤسسات الدينية السنية بالذات. اليوم امبارح كان عندي أخ من بريطانيا ذكر لي العرعور، بتعرفيه المتشدد العرعور اللي قال خليه يموت وتلت أهل حلب ما بأثر بأول معارك سوريا، فاتح قناة ببريطانيا مثل ما ياسر الحبيب الشيخ الشيعي فاتح قناة ببريطانيا، بدعم. نعم. بريطاني.
نعم. شيء متشدد وسني متشدد. ايه وين مين مش اثنيناتهم خطرين؟ طبعا كل متشدد طبعاً هو خطير، سواء كان شيعي او سواء كان التشدد ليس من الاسلام. حلو كثير، برجع لعندك، بدي اروح عند رامي. اهلا وسهلا فيك رامي نعيم، الكاتب والمحلل السياسي او الصحافي العلماني الخارج يمكن من الاديان، ما بعرف حضرتك مؤمن لست متدينا؟ عطيني فكرة. أنا أؤمن أنه الله موجود، ولكن لا أؤمن أنه الله موجود لا حسب الدين المسيحي ولا حسب الدين الإسلامي ولا حسب الدين اليهودي. حسب أنه وجود الله بالنسبة لي هو لمساعدتي على عيش حياة كريمة وحلوة. شو هي ديانة؟ خالية من العقد. ما عندي ديانة، ما عندي ديانة، أؤمن بوجود الله. وبالنسبة لي ديانتي الوحيدة بالنسبة لي هي شرع حقوق الإنسان. أنا بالنسبة لي هي الديانة الحقيقية. كل البقوة كل واحد منهم فيك تصدقيه بميلي وما تصدقيه بميلي، فيك تآمني فيه بجزء وفيك ترفضيه بجزء. إنما شرع حقوق الإنسان هي اللي بتبسط الأمور كلها وبتخلي الناس تعيش بمحبة مع بعضها بدون عقد. عند الشيخ في جزئين، أول جزء بيقول إنه التشدد والتطرف والإرهاب أتى من الوهابيين. ما في أفصل الأمور هيك، لأنه حتى يعني الوهابيين أو الداعش كانت ردة فعل على جرائم النظام السوري بسوريا، كانت ردة فعل ولا نزال اليوم نرى جرائم إيران باليمن وبغير مطارح، نرى جرائم حزب الله في لبنان، حزب الله يرتكب جرائم، نرى جرائم كثيرة وكبيرة لها علاقة بالدين. حزب الله هو حزب ديني ليس حزب سياسي. هلا نحن رحنا بس لو سمحت بتعتبر قتال حزب الله للعدو الإسرائيلي أمريكا هو جرائم؟ إسرائيل ما شو عملت لك؟ حزب الله عندما قاوم إسرائيل كان اللبنانيون جميعهم، وحينما قاتل داعش التكفيريين في سوريا ولكن حينما قاتل أخواننا العرب لم يعد حزب الله مقاوم. مين أخواننا العرب؟ لحظة، مين أخواننا العرب؟ اللي قتل الناس بسوريا اخواننا عرب؟ طيب اللي اجوا من الشيشان واجوا من، فيني ارجع بس للتشدد الفكري وال يعني على مستوى الانساني مش لانه نحن خايفين التشدد الفكري اللي يغيروا بالاجراء. اذا انت بدك تقدم ماده تفرح يعني اسيادك فيها هون لحظة فضيله الشيخ، بس تقول تحكي افتراءات. لا افوت بالشخصي معي لانه عم تحكي لاخواننا العرب. مين اخواننا العرب؟ صوت معي بالشخص. الدواعش اللي اجوا والنصره اخوانك؟ بس فضيت الشيخ بس كمال بدي انا الي الشرف انه قاتل الدواعش والنصره. بتعرف شو قال علي؟ قال حضرتك العلماني المتشدد. يعني نعم. بذات التشدد هو النظرة التكفيرية للغير، هو يتهم حزب الله ويتهم اليمنيين. طلعني من طلعني من الموضوع السياسي، طلعني من الموضوع السياسي. التشدد الفكري اللي عم يحكي عنه، بدي روح على موضوع الفكر الإنساني. حضرتك خلينا نقول علماني، كمان العلماني المتشدد هو خطر على المجتمع مثل المؤمن المتشدد. العلماني المتشدد هو الذي يكفر الآخرين إذا ما كانوا معه. مش هون نحن. انا بس انت نزلت كيلت اتهامات. انا رديت اتهام سياسي على من اتهم سياسي. نعم. حكينا بالشق السياسي، خدنا على الجانب الانساني على الشق الانساني. نعم. العلمانيون في العالم. نعم. الحقيقيون يعني مش. نعم. من يدعون العلم يعني. نعم. الحقيقيون هن من يحترمون الآخرين بحريتهم المطلقة. تحترم الآخر بحريته، تحترم الآخرين، تحترم إنسان مؤمن أو ملتزم دينيا سواء كان أحترمه بالمطلق طالما بتشدده ما عم بيدق بخصوصيتي وبحريتي. رح ارجع لعندك الى هذا الحد. رح ارجع لعندك كتير. نعم. حلو تعريف انه شو هو العلماني المنفتح غير المتشدد. المنشد علي بركات، حضرتك بتقول اخرجت النشيد الديني من الاطار الديني للاطار السياسي، ولكن نشيدك الديني هو نشيد في تجيش، في يعني في حقن طائفي، وانت بتقول انا غير طائفي. طبعا. كيف انا غير طائفي وانا بنشد اناشيد طائفيه وفيها تجييش طائفي؟ الطائفيه هي انك تتوجهي للطائف الاخرى او المذهب الاخر. نعم. باي تحريض ضده. اناشيدي كانت هي تحريض على قتال المقاومه، ان كان للعدو الاسرائيلي او للعدو التكفيري. هذا تحريض على قتال جهة الحق لجهة الباطل. بس ولا يوم نحن توجهنا لطائفة معينة أو لمذهب معين بهيدي الأناشيد أو التحريض. أنت شو عم تحارب فكر؟ يعني عم تحارب فكر؟ طبعا الفكر الصهيوني المعتدي المحتل الظالم. الفكر التكفيري الذي يدعو إلى القتل. يعني معلش الأخ رامي عم بقول إنه نحن قاتلنا على مدة 10 سنين. خلي يعطيني رامي صورة لارتكاب مجزرة وحدة أو لعمل طائفي في سوريا. بالعكس كلنا شفنا كيف كان الشباب يفوتوا على الأديرة يحموا الأديرة، في ريبورتاجات انحطت على الإذاعات. مفهوم التشدد شو هو؟ يعني طالع مع أخونا مثلا أنه المقاومة هي المتشددة هي الإرهاب. لا مش بصراع مع إسرائيل. عم تحرف لي حكي.
انا كمؤمن بس اقول لك شيخ مش مبسوط. وان طائفتان بدي احكيك قران ولا لا؟ انا ماني خبير بالقران. خلص لكن ما انا خبير في القران، انا عم بحكيك ممارسه يوميه، عم بحكيك شرعة عود الانسان، عم بحكيك ناس عم بتموت. لا يتعارض، بس عم بحكيك رافع شعار الدين لا يتعارض. حق لك لكن ركز معي، ولا كنت مسيحي ولا كنت باي دين. انت اسمع، هو هدول ناس عم بتموت، انت عم تحكي ما بدك تسمع. لما خيخ انت عم تعتبره خيخ جاي يقتل، انا عندك ولاد جاي على عقر داري، اجر عندي على سوريا عم بقاتل. شو خصك بسوريا؟ تعال لبنان احكيني بلبنان. هي كلها بلاد الشام، كل البلاد. شو خصك بسوريا؟ كل البلاد. شو خصك بسوريا؟ عض بالجامع هون على اساس السيارات الانتحاريه في سوريا، على اساس السيارات الانتحاريه اللي مثل دول بتحارب البلد. انا ما جاوبتني الاناشيد الدينيه اللي فيها تحريض او تجييش، ما هيدي بمحل ما هي تشدد، يعني هي تطرف. على شو تحريض؟ على شو اذا تحريض؟ على سواء كان تحريض على القتال او تحريض او يمكن حب لطائفه يعني اكثر من طائفه ثانيه. مش المنشد ما في قتال حق، يعني عم يحكي لكل الطوائف. مجابهه الظالم والمحتل والارهابي اليست قتال حق؟ يعني انت بهذا النشيد عم بتحرضي على 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 قتال الظلم، قتال المحتل. نشيدك هو لجميع المذاهب؟ طبعا انشدت يسمعوا المسيحي مثل ما بيسمعوا انشدت للسيد المسيح. طبعا كلمه منشد كان متعارف عليها بالبيئه الاسلاميه. نعم. اليوم من وراء علي بركات صار يعرف المسيحي والدرج. شو انشدت للمسيحي؟ شيء نشيد يعني المسيحي. انشدت للسيد المسيح، مش بس انا، يعني كثار منشدين. نعم. اسلاميين انشدوا. انا شخصيا انشدت للسيد المسيح، انشدت للاديره في مطارح كان فيها نزاعات وقتال. انشدت لمناطق مسيحيه، انشدت لشخصيات سياسيه مسيحيه. مين الشخصيات السياسيه؟ حلفائنا، حلفاء المقاومه. يعني يعني رحت على الجانب السياسي لتخدم، يعني صحيح. لا تخدم منطق معين، يعني التطرف مش لاخدم المنطق السياسي، لاخدم منطق المقاومة الفكري. ومحاربة ومجابهة الظلم. أدعم كل من يحالف هذه المقاومة بقتالها وبمشروعها. نعم. بتول عبد الله، حضرتك صحفية إعلامية محجبة ملتزمة دينيا، لكن بحدود معينة. محجبة بسمع موسيقى، بحط ميك اب، يعني التبرج هو غير مستحب بالاسلام. هلا بنسمع فضيله الشيخ يعني الحكم بهيدا الموضوع، بس ما فيك تشوفي صبيه محجبه يمكن عم ترقص مثلا على السوشيال ميديا. صحيح. شو فسري لي يعني، كانه مفصل موضوع الالتزام على قياسك. لا انا تحجبت من عمري 9 سنين ومقتنعه باللي بحجابي. مين حجبك؟ بوقتها يعني اهلي، نحن من بيئه ملتزمة دينيا. واهلي ما فرضوا علي فرض، انا كنت رغباني لاني كنت بجو مدرسة هيك. بعمر 9 سنين بتعرف البنت تقول انا بدي اتحجب؟ انا كنت كتير محمسة للموضوع وكتير كنت مبسوطة وناطرة هيدا النهار وكذا، حتى قبل ما اصير 9 بشوي. قبل 9 سنين؟ قبل 9 سنين بشهرين. يعني قد ايه عمرك هلا؟ 29. يعني شي مرة خلال هيدا السنوات فكرتي انه انا ليه تحجبت، او يعني راجعتي حالك بهالموضوع؟ ولا مرة انا فكرت اني اشلح حجابي، ولا مره ترددت او فكرت او نويت او اي شيء من هيدي التصرفات، حتى ما بيخطر ببالي الموضوع. يعني خلص كيف شغلي هي بعتبرها، كيف انا انثى لن اتغير واصبح رجل لن اخلع حجابي. شو بتعتبري الحجاب؟ الحجاب بالعكس انا بعتبره بيعطيني قوه، بيعطيني هيبه. يعني مثل ما بيقولوا كوكو شانيل بتقول مودستي ذا هايست اجل اليجنس، بالاحرى المودستي يعني الاحتشام هو اعلى درجات الاناقه. فالاحتشام يلي ضمن حدود، يعني احنا كمان ما فينا نحن هلا بمجتمع بعصر الصوره، بعصر الميك اب، بعصر انه الواحد كمان يعني حلو يعاصر هيدي الموضه وبنفس الوقت يكون حتى محتشم. لو كانت هيدي الموضه تتنافى مع احكام الدين والشرع والنص. انا حدا كتير متصالح مع حاله، بعرف انه يمكن انا مني مطبقه حرفيا وبحذافيره الدين الاسلامي اللي انا يعني متبعيته ومعتقداتي الدينيه، ولكن عندي قناعاتي الخاصه وانا هيك متصالحه جدا مع حالي. بلاقي حالي هيك انا جامعه ما بين انه الحدا المنفتح والحدا اللي بنفس الوقت محافظ على حاله، فارض هيبته بحجابه على الموضه ولكن ملتزمة. أنا على الموضة ملتزمة وكمان دينية. بس في يعني حدود. هبة حضرتك محجبة، قد كان عمرك لما تحجبت؟ كمان 9 سنين. كمان 9 سنين. بس الفرق إنه أنا قررت أتحجب، حتى تحجبت قبل أمي وقبل إخواتي كلهم. أول وحدة بالبيت تحجبتي. هبة أنت بالليل بتشتغلي دي جي وبالنهار؟ أنا بالليل شغلي ضمن الحفلات. شو ضمن كاراوكي؟ مطربين. موسيقى، رقص. موسيقى، رقص. كيف انا محجبه واوقات ضمن الحفلات بطلع بغني
عادي. بتشتغلي بمحل في موسيقى صاخبة؟ أنا بشتغل بمجال الكافيات الصغيرة، يعني اللي بيعملوا حفلات أكيد مش بعد الساعة 12. أنا في رقص وفقش وطقش، يعني في رقص، بس أكيد بحترم إنه أنا كوجودة ما بكون بمكان فيه كحول.